يقول: خطبت فتاة وحينما كتبنا الكتاب وأصبحت زوجتي طلبت من والديها أن آخذها ونخرج مع بعض لوحدنا، ولكن رفضوا وقالوا: لا تأخذها وتلمسها ولا تراها إلا بعد العرس، شئت أم أبيت. أظن شئت أم أبيت هذه من تشيسة، هذه ما في كويتي يقول شئت أم أبيت. يقول: هذه عاداتنا وتقاليدنا، فقمت أواعدها سرا وأخرج معها من دون علم والديها، فهل أنا مذنب؟ طيب، أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول لكم قصة، وهي إشكالية حدثني بها أحد الإخوة. يقول: اتصلت علي فتاة تقول: عقدت الكتاب، يعني ملكت على زوجي، ثم العرس بعد سنة أو بعد سنتين، يعني مثل حال أخينا هذا، يعني ما يراها ما يسمع ولا يكلمها حتى يكون العرس. يعني تقول: وفي ليلة غاب فيها القمر أهلي قد خرجوا من المنزل، قفز علي في البيت، دخل مجرم حرامي، يقول دخل علي فاجأني وإلا هو بحجرتي. فلان؟ نعم فلان. قالت: زوجك؟ أنا زوجك حلال. قالت: لكن كذا. المهم أخذ منها ما يأخذ الرجل من امرأته. قال: إن شاء الله بس أيام ونعقد وخلاص، بس ما نقدر أصبر، أنت زوجتي وحلالي وكذا. الشاهد: بعد أيام اختلف أبوه مع أبيها وتخاصما وفلوا الزواج، والحين ما يدرون أنه دخل عليها، ما حد يدري إلا هو هي. فتخاصما، فاتصلت على صاحبي وقالت له: ماذا أصنع الآن؟ هذا دخل علي، والآن أبي وأبوه اختلفا، وفي نية قوية جدا لفل الزواج، يعني أنه كأن شيئا لم يكن، فماذا أصنع؟ إيش رأيك؟ إيه؟ ما رأيك؟ لو سألتك ماذا تقول لها؟ هم جواب زين. ماذا تقول لها؟ نفس الشيء. ماذا تقول لها؟ لا أدري. ها؟ أقول الصراحة. شنو الصراحة؟ قول. عطنا. أدري هي تقول، يعني تقول حق أبوها ترى نط علي. الولد يقول، الولد يقول، هي البنت اللي تسأل الحين، البنت اللي تسأل شو تقول لها؟ صعبة ها؟ صعبة. من يريد أن يجيب؟ يلا. إيه إيه، والله هذا نفس جوابي. سمع مني؟ جزاك الله خير. اي نعم، انا لما قال لي صاحبي هذا قلت قول لها، تكلم زوجها تقول له: شوف، روح لابوك وخلي يتاسف لابوي لا افضحك، انا ماني فاضحتك واقول نط علي وكذا، لكن انت اقنع ابوك انه يجي يتسامح من ابوي لو ابوي غلطان عشان يتم هذا الامر، والا ترى ساتكلم، لان فعلا مصيبه. فنفس الشيء بالنسبه هنا، هو طالما انه لم يكن عرس ولم يعلن الزواج علنا أمام الناس، نعم بعض أهل العلم يقول لا يخرج معها لا كذا، عشان ما تتم الأمور والناس ما تدري أنه زوجها، طالما أنه لم يكن عرس ولم يكن حفل فالناس لا تدري أن هذا زوجها، فعندما يرونها تخرج معه يتهمونها، سواء خرج معها أخذها من بيتها أو رأوها معه يعني في مكان عام أو كذا، يقول فلانة ما هي مضبوطة، شفناها طالعة مع واحد، ما يدرون زوجها لأن ما أعلن النكاح، وإنما يكون هذا بعد إعلان النكاح. على كل حال هذا عليه أن يصبر ويحاول أن يقنع والديها هذا، أو يعجل بالعرس، الحمد لله يعجل بالعرس حتى يصل إلى زوجته، أما طالما أن بينهما اتفاق يلتزم بالاتفاق، والله أعلم.